الحقيقه عندنا يعني مجموعه من الملفات الكرويه المتعدده اللي حابين نتكلم فيها مع حضراتكم من خلال هذه الفقره، وطبعا اهمها على الاطلاق مباراه الاياب بين الاهلي والترجي، الى جانب طبعا بطولتي اليورو وكوبا امريكا. هنتكلم في كل الملفات دي مع ضيفنا العزيز الناقد الرياضي كريم سعيد، رئيس تحرير موقع يلا كوره اللي منور الدنيا. صباح الفل. صباح الخير كريم، وصباح الخير نوران، صباح الخير لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. نورنا وده مكانك اكيد يعني، والناس بتسعد حقيقي لما بتكون معانا ان احنا بنعمل يعني بوست وبنقول ان استاذ كريم سعيد بيكون معانا، وانت عارف طبعا يعني قد ايه الناس بتحبك. لا بجد الاهلاويه واسئله كتيره جايه، هنحاول على قد ما نقدر نروح لكذا ملف زي كريم ما اتكلم، ونبدا بالتاهل لدوري ابطال افريقيا. وصراحه كده فرص الاهلي شايفها ازاي؟ بصي انا عايز ابدا بس باول نقطه وهي اهم نقطه. بيتسو موسيماني بعد فتره، واللعيبه بعد فترة من الضغط، الناس كانت رسمة لهم فريم معين، ولو تفتكري كنا بنقول ان احنا ماشيين على سلمة وسلمة لا، وبنطلع وبنعمل ماتش حلو وماتش مش حلو، وساعتها كنا بنتكلم في بعض الاحيان يا جماعة ما تبقوش قاسيين شوية عشان دول رياضيين وبيلعبوا تحت ضغط بقالهم سنتين، منها سنة كورونا وفي ظروف غير طبيعية، مش الناس بيتقبلوا الكلام ده من باب انا اسف يعني هو كليشيهات يعني يا جماعه انتوا بتقولوا لنا الكلام ده بس عشان تبرروا. طيب الفرقه جت خدت راحه ما يزيد عن 20 يوم الفتره اللي فاتت، ودي هنا للناس اللي بتحب، انا بخاطب فئتين، الناس اللي بتحب التحليل والناس اللي بتحب ان هي تعرف اساسيات الرياضه بشكل عام ومنها كره القدم. الرياضي او لاعب الكوره لما يكون ذهنه صافي، أداؤه ومردوده داخل الملعب حاجة، ولما أنت تجيبه يلعب 20 ماتش صحيح ورا بعض لمدة الفارق ما بينهم يومين أو ثلاث أيام، ده واحد تاني خالص، مع إن هو نفس الشخص هو نفس الشخص. وهدي مثلا بسيط من الماتش، الصورة اللي الجميع بيتداولها لأيمن أشرف ومحمد الشناوي اللي كانوا يبصوا، وأيمن أشرف شمتان في محمد الشناوي إن الحكم عمال يزعق له وبتاع والدنيا وإيه النتيجة 0-0 بس ما جابش الجون، بس اللعيبة نحس ان هم بدايه المباراه الركن هادي واللياقه البدنيه كانت ضاهره من بعد كل حاجة الراحه تفرق. طبعا ما هي كلها عامله زي ايه، هي عامله زي الدومينو، الا الكروت كلها واقفه لا الكروت كلها واقعه. فاللعيبه بعد ما خدوا فتره الراحه دي وارتاحوا، واللي صيف واللي خد استشفاء واللي عالج نفسه من اي شد عضلي عنده او اي مشكله، وكمان بيتسو مش مين الجهاز الفني خدوا فتره ان هم يعدوا اللعيبه نظريا. ليه؟ أنا وأنا بشتغل مع اللعيبة في التدريبات ده عملي، أنا النهاردة بنزل أعمل جمل، بنزل أعمل في حاجات معينة في الملعب ده عملي. طيب المحاضرة النظري آخرها معايا في ما بين ماتشين ما بينهم ثلاث أيام آخري ساعتين، ما عنديش وقت تاني، إنما في الفترة الطويلة دي عندي مساحة إن أنا صحيح. كل يوم صحيح. يبقى عندي محاضرة ساعة أتكلم وأفهم اللعيبة إحنا عايزين نعمل إيه، هنقسم الماتش. إمبارح ماتش يوم السبت بتاع الترجي، الاهلي بقسم مباراه احنا حاسين فعلا بنتفرج على مكان بايرن ميونخ، فعلا الماتش متقسم، اول نص ساعه هنعمل كذا، اخر ربع ساعه في الشوط الاول هنعمل كذا، اول ربع ساعه في الشوط الثاني هنعمل كذا، لما يا جماعه قفشه ينزل هنعمل كذا. اللعيبه تروس عماله تنظم وتنفذ التعليمات بشكل مميز جدا. ده ايه سببه؟ اهم حاجه ان الذهن بقى يعني مرتاح. ومع هذا كان برضو فكره ان هم ياخدوا ست ايام يعني متواليه او متتاليه كراحه، ده كان مطار لانتقاد البعض، ناس كتير حتى بما فيهم على فكره لعيبه كوره معروفين يعني قال لك ان ست ايام دي فتره طويله نسبيا. في المقابل طبعا في وجهه النظر الثانيه اللي احنا بنتكلم في مفرداتها، ان يعني ده اقل واجب مع الناس اللي مضغوطين بقالهم سنتين بالشكل ده. ست ايام ده تبقى مشكله لو انا جيت حطيتهم وسط فتره ضغط، انما احنا هنا اتعاملنا في ايه؟ كان اتعاملنا ان انا اصلا محتاج عضلات ترتاح، لان انا اصلا لعبت فوق ما يزيد عن سنه، ما يزيد عن سنه. يعني هدي مثلا بسيط عشان برضو الساده المشاهدين يفهمونا، لو احنا جايبين يعني ايه حاجه حديد وعاملين نسخن فيها، انا ما اقدرش اشكلها، يعني لازم النهارده وهي سخنه كده ابدا واسيبها تبرد عشان تديني الشكل اللي انا عايزه. فاللعيبه دي من بعد كل فتره ضغط دول محتاجين عضلاتهم محتاجه انها ترتاح، لان انت كل يوم شويه بتعمل ايه؟ عمال تعمل مباريات وتدريبات، ومباريات مختلفه، بتروح تسافر قطر وتسافر كينشاسا وتسافر جنوب افريقيا بريتوريا، وتروح مش عارف فين وتلعب سوبر تاني في قطر، وترجع تروح في المحله وتروح اسكندريه، والاتحاد الكوره حاطط لنا ما اعرفش ماتش ثلاث ماتشات في ثلاث محاضرات مختلفه في اسبوع.
دول بني ادمين طبعا. وهو عشان بس احنا بنتكلم بدلائل، اول مباراه الناس اللي كلها اتفقت تقول لك إيه الاهلي قدام الترجي اللعيبه كانت مختلفه، حاسينهم كده بيلعبوا هم مرتاحين. ما هم مرتاحين عشان هم خدوا فتره راحه. فاحنا محتاجين لما نيجي ننتقد ونيجي نقيم اللاعبين النهارده، خلاص موضوع التحليل الناس كلها بقت بتحبه، لازم تبقى فير واخد بالك من كل العوامل، ما تبقاش باصص للموضوع كانه بلاي ستيشن. دول مش نازلين لك وهم فات اللعيب مش نازل لك والبار بتاعه 100% في الماتش زي بلاي ستيشن زي ما انت بتلعب على الفيفا. لا، اللعيبه دي بني ادمين محتاجين يتحطوا في اجواء كويسه عشان نطلع منهم افضل ما يمكن. والحمد لله حققنا نص مشوار، ولكن مع التاكيد لسه الفرحه مش كامله، محتاجين نشتغل ومحتاجين نعد من امورنا عشان ان شاء الله ناكد التاهل بتاعنا يوم السبت الجاي في ملعب السلام باذن الله. بما ان احنا ذكرنا بقى المباراه القادمه والاياب واللقاء المنتظر وكل الناس على اعصابها، خلينا برضو نكون صراحه. بس قبل ما اروح معاك لده، الذهاب كان 90 أو 80% تقريبا من التحليلات والآراء إنه ماتش قوي وإن هيبقى فيه خطورة وإن يا رب نتعادل. الكلام ده يمكن إحنا كلنا سمعناه، ولكن الحمد لله الأهلي أثبت عكس كده تماما وشرفنا بشكل كبير جدا. الذهاب الإياب إياب السبت الجاي إن شاء الله، بتشوفها إزاي من وجهة نظرك يا كريم اللي المفروض يحصل علشان نقدر نقول إن إحنا نتخطاه وكمان بكرة حلوة وبانتصار كمان قوي؟ شوف يا جواند، من ساعة ما الحكم صفر، فيكتور جوميز صفر بنهاية المباراة، اعرفي ان لعيبة الترجي ومعين شعباني حطوا في بالهم خلاص ماتش القاهرة ده من الدقيقة الأولى، انا مش هضيع وقت. مش هضيع وقت، هجوم من البداية، انا هنزل هاجم. احنا شفنا طبعا حمدي النقاز الباك اليمين والياس شتي الباك الشمال الأكثر من رائع، الاثنين في مباراة الذهاب كانوا طايرين طول الوقت على طول في نص ملعب، طايرين 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 طايرين. لكن انت تخيلي ان في وجهه نظري في الماتش الجاي الاثنين هيطيروا ومعاهم واحد من من السيرد باكات، يعني في واحد من المساكين كمان هيهاجم. الترجي هيفتح خطوطه يعني لدرجه قد تصل انه يهاجم بتسع لعيبه. ليه؟ انه مش هيبقى عايز يضيع وقت. شيء مهم جدا جدا ان احنا نبقى بنبدا ان شاء الله باذن الله باذن الله المباراه الجايه بالشكل اللي انهينا بيه المباراة يعني السابقة. نخلي بالك نقطة مهمة برضه لازم نحطها في بالنا. تأخير الساعة اللي حصل بسبب أعمال الشغب في استاد رادس وضحت لنا حاجة، اللي هي وضحت لنا إن إحنا أسلوب التغذية بتاعنا وإحنا بدنياً أحسن من الترجي. تاني، الساعة اللي الماتش اتأجل فيها من 6 لـ7 أكد لنا إن التغذية في النادي الأهلي، اسلوب التغذيه والتحضير لمباراه والبدني بتاع لعيبه الاهلي افضل من الترجي. ليه؟ لان لعيبه الاهلي والترجي 100% اكيد وقفوا اكل، المفروض ماتش 6 هم وقفوا اكل الساعه 3 أو 2:30 ماكسيمم، 3 دي ماكسيمم يعني. اوكي، فقعد 3 ساعات وهو عامل حسابه انه هيخوض المباراه الرياضيه من 6 لـ8 الساعتين دول. هو دلوقتي اخرك ساعه، الساعه دي لما اتاخرت راحت عليك انت، ما حدش هياكل. فبالتالي هنمد ساعه كمان، يعني من 7 لـ9. احنا بالظبط جت الدقيقه 60 لعبت الترجي خلاص كان واضح بصراحه في الملعب كله امانه، مفيش ده امر بدني ملوش دعوه بالمهارات الفنيه والتاكتكس والحاجات دي، ده امر بدني. فجت دي 60 هم مش قادرين. فدي نقطه مهمه جدا لازم احنا واخدين بالنا منها، ان الترجي لما بيتضغط في مجهود بدني بيتعب. وعشان كده كان واضح جدا بيتس موسيماني بيلعب لعبه استحواذ من بدايه المباراه، مرر الكوره كتير. اللعيبه دي لو انت خدتهم من اليمين للشمال كتير هيتعبوا وهيتم استنزاف قواهم البدنيه. فدي نقطه برضو مهمه جدا احنا نستغلها مع طبيعي الدفعه اللي بقى الترجي جاي بيها عشان يحرز بيها، يعني يعوض بيها هدف الذهاب، وان شاء الله نجرهم للضغط والهجوم ونقدر احنا نتعامل على الهجمات لما ان شاء الله باذن الله تبقى مكتوبه لنا ونتاهل بالفعل للدور النهائي ان شاء الله. متخيل مين فرصه اكبر في ان هو يكون الفريق اللي هيقابل النادي الاهلي؟ هل كايزر تشيفز ولا الوداد؟ بص يا كريم، وانت شخصيا تفضل مين؟ لا انا طبعا مستوى شخصي اتمنى طبعا كذا تشيفز، ما احبش العب الوداد في المغرب، والماتش طبعا فاينل عندهم في المغرب واكيد طبعا هيدخلوا جماهير كتيره والظروف، اتمنى على مستوى الشخصي كذا تشيفز. ولكن اللي شاف مباراه الذهاب ما بين كايزر تشيفز والوداد نسخه من مباراه الاهلي وفيتا كلوب اللي احنا تعادلنا فيها 2-2. نسخه في ايه بقى؟ ان احنا بنتكلم استحواذ
80-20 تسديدات على المرمى، تسديدات على المرمى في المباراة 26 للوداد 3 لكايزر تشيفز. تمريرات، تمريرات، التمريرات الصحيحة في المباراة بلس 500 للوداد بلس 500 مقابل اعتقد كايزر تشيفز كان 167 تمريرة. فانت بتتكلم على فجوة شاسعة. ده ماتش الوداد بكل المقاييس، كل حاجة كل حاجة. هو كايزر تشيفز فعلا استغل هجمة مرتدة واحدة قدر بيها ان هو يجيب الهدف الانتصار. الفوز ده لا يعني خالص ان كايزر تشيفز ضمن التأهل. في وجهة نظري الوداد هيعمل هناك في جنوب افريقيا ضعف اللي كان عامله زي ما الاهلي عمل في كينشاسا. احنا قلنا اوكي خلاص كان حظنا وحش وتعادلنا 2-2، رحنا كينشاسا كسبنا 3-0. احنا رايحين بدفع واللعيبه افضل. فانا في وجهه نظري لو بنتكلم منطق الوداد هيبقى اقرب في ماتش العوده. الوداد هيلعب بكامل قواه وكمان هيركز الاخطاء اللي وقعوا فيها في ماتش الذهاب هيحاولوا يتفادوها في ماتش الاياب. على مستوى شخصي امنياتي ان كايزر تشيفز ان شاء الله يتاهل للفاينل. على كل حال بقى خلينا ننتقل لو تسمح لنا من هذا الملف، لان طب عندنا ملفين تانيين مهمين طب جدا. وخلينا نبدا بكوبا امريكا، وانا عايزه ابدا معاك كده بسؤال عام، شايف مين الأسوأ والافضل في كوبا امريكا؟ الأسوأ دلوقتي خلاص بقى منتخب تشيلي بعد الواقعة اللي حصلت في الساعات الاولى من صباح اليوم، الواقعة بالليل ممكن الناس صحي من النوم لسه ما يعرفوهاش. ارتورو فيدال، هما طبعا البطوله معموله في البرازيل كان في مشاكل، وبالتالي عشان البطوله دي تقام لازم نعمل فقاعه طبيه زي ما عملنا في بس الاصابات عاليه جدا، احنا كل شويه عمالين طب والبرازيل طبعا في مشاكل هناك بالزبط. بس هو عايزين يلعبوا البطوله، كان واضح جدا ان اتحاد امريكا الجنوبيه عايز يكمل البطوله مش عايز يلغيها. فخد البرازيل وخلاص، والبرازيل يعني استضافت البطوله للمره الثانيه على التوالي دلوقتي. امبارح فيدال ومجموعه من اصدقائه في الفريق شعروا ببعض الملل وبعض الاحباط، قال لك يلا نسهر اعملوا ايه، وقالوا قاعدين كده يعني ساعه فرفشه يعني. قالوا يا جماعه احنا دلوقتي بقى لنا 10 ايام ما حلقناش وحالنا وشكلنا مش لطيف، فايه رايكم نكلم الحلاق بتاعنا ونروح له ونحلق ونعمل يعني يبقى شكلنا حلو تغيير. تغيير. راحوا جابوا الحلاق، كلموه وجابوا الحلاق وغيروا من شكلهم، واضح ان هم برضو بيحبوا يلعبوا الماتش وهم ستايل يعني. وهم قاعدين بيحلقوا، قالك طب ما نكمل الليله ونعمل حفله وبتاع. لا والله يعني مش قادرين يصبروا يعني. حفله، عملوا حفله وعملوا حفله وهم في اجواء قاعه طبيعيه قد بقى في كورونا وايه وفي البرازيل. البرازيل ايه اصلا ايه الدنيا خربانه عندهم غير حاجه. طبعا استضافوا اصدقاء وجابوا طبعا يعني جابوا الشله كلها وعملوا حفله بالليل للساعات الاولى. يا دوب الكلوز فريندز يعني. الموضوع الموضوع طبعا وسع جدا بس طبعا قضوا وقت نايس في الاخر. الموضوع بقى وسع جدا جدا طبعا اكيد. طب فين الرقابه عليهم يعني؟ ما تعرف طبعا تعرف. ودلوقتي في الوقت الحالي اتحاد امريكا الجنوبيه بيدرس استبعاد تشيلي من البطوله. طبعا الاتحاد تشيلي وقع عقوبات على كل لعيب، بس انا شايف طبعا عقوبات هزيله جدا ان انت في الواقعه زي دي تغرم كل لاعب 25000 يورو، او انا اسف يعني المبلغ ده يعني ولا حاجه بالنسبه لهم. ده اللي عملوه ده يتقال عليه مصيبه طبعا. فانت ما تضمنش اصلا المجموعه اللي من خارج الفقاعه الطبيه اللي دخلوا دول عندهم ايه، او حتى ممكن يبقاش عندهم اعراض بس ممكن يبقى كارير يعني. ممكن يبقى واحد واقف قدامك ما فيهوش حاجه لكن هو حامل للفيروس وممكن ينقله، فبالتالي هو هم مبهدله الدنيا كلها امبارح. وبالتالي احنا في انتظار القرار اللي هيطلع من كوني بول الاتحاد امريكا الجنوبيه في اتجاه منتخب تشيلي. ده بالنسبه لي الاسوأ. الافضل لغايه دلوقتي في وجهه نظري ميسي. في وجهه نظري الشخصيه ميسي تقريبا دي يعني ربما تكون اخر كوبا امريكا ممكن يلعبها، واحنا طبعا عارفين تاريخ ميسي مع منتخب الارجنتين. الارجنتين في عقده تاريخ سيء. يعني في عقده امانه يعني يفكوا العقده دي ازاي بالمناسبه؟ والله بص يا كريم، هي المشكله طبعا احنا بنتكلم عن منتخب، والمنتخبات بتبقى قايمه ان طبعا لازم يكون عندك نجم كبير، لكن النجم الكبير مش هيعمل كل حاجه لوحده. يعني الجيل الحالي للاسف للمنتخب الارجنتيني في وجهه نظري خصوصا في مركز خط الوسط سيء جدا. تخيل بقى لنا ثلاث سنين انزو بيريز اللي هو اللاعب كان بيلعب في اسبانيا بعد كده بيلعب في ريفر بليت
ده الوحيد اللي ممكن اقول عليه يعني جيد في خط الوسط، يعني بيتم استغلال يعني وتجلفيكو برضو على الجبهه اليسرى. يعني في بعض اللاعبين هم تعدهم على الصوابع، هم دول اللي ممكن تقول هم مميزين في مراكزهم، انما كفرقه كامله متكامله صعب. الفرقه فعلا الجيل ده سيء جدا، الجيل ده مش جيل يقدر يساعد ميسي ان هو يقدم افضل ما عنده. خصوصا ده غريب قوي، احنا بنتكلم في الاخر على الارجنتين. ما هو للاسف الجيل الحالي كله مهاجمين، انت بتتكلم يعني لوتارو اجويرو كل المجموعه الكويسه، ديبالا، كل المجموعه الكويسه كلها قدام خط الوسط، ما فيهوش حد. الدفاع ما فيهوش حد، بخلاف منتخب البرازيل. لما تجيب منتخب البرازيل من اول الحارس لغايه الهجوم هتلاقي كل مركز فيه واحد او اثنين كويسين. فانا ان شاء الله هشوف، اتمنى والله على المستوى الشخصي. ولغايه دلوقتي ميسي عمل ماتش قدام اوروجواي طبعا، يعني وان مان شو، وان مان شو فعلا يعني. واتمنى باذن الله ان ميسي والارجنتين يكملوا بشكل جيد لغايه ما يوصلوا للفاينل، وفي الفاينل ربنا يحلها. طيب احنا لسه كلامنا واسئلتنا كتيره مع استاذ كريم، بس نطلع فاصل سريع وهنرجع نكمل كلامنا. لسه مستمر او حديثنا لسه مستمر مع الاستاذ كريم سعيد، وكنا بنتناقش قبل الفاصل على كوبا امريكا وهذا الملف وهذه البطوله الضخمه طبعا. وخلينا كده نبدا كده يعني بعد التوقعات الأسوأ والافضل بعد اللي سمعناه ده خلاص مفيش كلام يتقال، نروح بقى للبطل على الترتيب الرباعي لو هنتكلم من البرازيل، اوروجواي، الارجنتين وكولومبيا. والله شوفي اتمنى والله انا عندي الفاينل برازيل ارجنتين هيبقى جميل، المهم بس ما يعوش في طريق بعض في الادوار يعني قبل الفاينل. اعتقد البطوله طبعا تاني وقيمه في ظروف صعبه جدا، واحنا لغايه ليله ماتش الافتتاح كان في احتمال ان البطوله تتلغي، لان في لعيبه كتيره كانوا رافضين ان هم يلعبوا البطوله، حتى لعيبه البرازيل نفسهم، لكن هم في الاخر قالوا طالما دولتنا هي اللي استضافت فما نقدرش غير ان احنا يعني نلبي نداء عالم الوطن يعني، وخدوا الموضوع للجزء الوطني. خصوصا الارجنتين كانت رفضت او يعني تم سحب الملف من عندها يعني. هو حتى اعتقد كان في دعوتين لاستراليا وقطر، ان هم طبعا بيحبوا يدعوا منتخبات من خارج القاره عشان يكملوهم ل 12، بس استراليا وقطر اعتذروا عن المشاركه بسبب ظروف كورونا، وبالتالي تم الاكتفاء ب 10 منتخبات بس في البطوله، وبالتالي هي بطوله بتقام في ظروف استثنائيه. في وجهه نظري بقى اللي يحلي البطوله دي ان ماتش الفاينل او السيمي فاينل يبقى مواجهه ما بين البرازيل والارجنتين، بس اتمنى على المستوى الشخصي ان البرازيل والارجنتين في المجموعات يتصدروا عشان يبعدوا عن طريق بعض لغايه ماتش الفاينل. اوكي البرازيل برضو لغايه دلوقتي عامله شغل حلو طبعا، ولعبت ماتشين يعني اخر ماتشين يعني مع البيرو، وكان الفوز برباعيه وقبل منها كان بيلعبوا فنزويلا تقريبا، وكان الفوز برضو بثلاثيه. فالى اي درجه انت شايف ان البرازيل محافظه على ثقل اسمها عبر التاريخ؟ طبعا يعني المنتخب البرازيلي في الكوبا امريكا يعني السكواد بتاعه برضو قوي جدا، يعني وجود نيمار مدي الفرقه يعني بعد بعيد قوي عن بقيه المنتخبات. يعني حتى اوروجواي في ظل وجود برضو لعيبه مميزه، ولكن شفناه قدام الارجنتين لعب مباراه كويسه، لكن برضو الفريق ما قدرش ان هو يواجه ميسي، رغم ان ميسي طبعا بنتكلم ان هو بيلعب اي مباراه ما فيش دور دفاعي خالص، ميسي ما بيرجعش يعني. حتى اللي شاف اخر 10 ماتشات لبرشلونه في الدوري لما بدا يرجع للمنافسه، ميسي فعلا خلاص صفر في الشق الدفاعي، لكن بيهاجم بس. فمنتخب اوروجواي ما قدرش ان هو حتى يستغل النقطه بتاعت ميسي ما بيرجعش للدفاع، والارجنتين كانت 1-0. فانا في وجهه نظري ان البطوله بظروفها حتى يعني ما فيش منتخبات ممكن نقول ان هي ممكن يعني كولومبيا اوكي منتخب جيد وعنده بعض اللعيبه كويسين، لكن انا في وجهه نظري البرازيل اعتقد طبعا. هو بالمناسبه ليه ده حاصل؟ يعني كولومبيا برضو طول عمرها فرقه قويه، الارجنتين مش محتاجين نتكلم عن قوتها عبر التاريخ، ليه الجيل الحالي من معظم المنتخبات دي لا يقارن باي حال من الاحوال بالاجيال السابقه ما عدا البرازيل؟ ايوه والله بص يا كريم، طبعا هي راجعه لبعض الحظ في الاسماء الموجوده في الجيل. يعني انت بتتكلم النهارده مثلا منتخب مصر، مثلا نيجي نقول منتخب مصر جه في ايام كابتن حسن شحاته تواجد ابو تريكه وحسن عبد ربه وعماد النحاس وعماد متعب ومحمد بركات ومش عارف،
المجموعه دي كلها جيل، هو حظك الجيل ده جه كده. الجيل اللي وراه ربما تبقى انت اي مدير فني يتمنى بس يقول لك انا نفسي في اثنين بس. أيوة من الجيل اللي من فات. من السبعه دول. طب برضه ساعات حتى المجتمع نفسه تلاقي مثلا ايه في الغنى السيده ام كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب، الناس دي كلها طالعه في وقت واحد، يجي بعديها فاهم جيل مختلف وهكذا. فهي الفكره ساعات بيبقى برضه في الكوره انت الجيل اللي معاك في اسماء كويسه ولا اسماء مش كويسه، اتطورت ولا اتطورتش. فدي امور بتبقى حد ما انا بشوفها قدريه يعني. قدر طبعا فيها نسبه كبيره طبعا من الحظ ومن القدر، لان انت المدير الفني المنتخب لا يصنع منتخب، هو بيختار. يعني ده مش مسؤوليتي انا، باجي بشوف القماشه اللي عند الانديه وببدا اختار منها، لكن انا ما اقدرش اصنع لعيب من نفسي اللي انا مش مدير مش مدربهم في النادي. طيب هننتقل من ملف كوبا امريكا لليورو. نعم. واحنا بنتكلم خلاص يعني مباريات الجوله الثالثه وشكت ان هي على الختام، من وجهه نظرك برضو كريم من هو الافضل والأسوأ؟ وفي نفس الوقت احنا شفنا ايطاليا بتلعب برضو يعني طبعا. شغل محترم جدا مقدمه. نعم. اداء رائع. تركيا على النقيض. طبعا ايطاليا يعني قدمت مستوى رائع جدا يخلينا نحطها، انا يعني كنت متوقع من الرباعي اللي يوصل سيمي فاينل، بنتكلم في اسماء فرنسا المانيا بلجيكا ايطاليا وانجلترا، يعني الرباعي يبقى من الخماسي ده. تمام. ايطاليا فعلا قدمت شكل جيد جدا مع مانشينو، بنتكلم الفرقه بقى لها فتره طويله جدا معاه، اعتقد عدوا دلوقتي السنه ونص ما تغلبوش، واثبتوا المستوى اللي قدموه في التصفيات في النهائيات. فرنسا حتى ايفن مع التعادل الاخير اللي مع المجر، فريق اقل ما يقال عليه فريق مرعب فريق مرعب جدا. ربما يكون تاثروا طبعا باللي عمله بنزيما في الشوط الاول، بنزيما طبعا ضيع كم هائل من الفرص الغريبه كعادته، يعني غريب بصراحه يعني بيطلعه بره المنتخب بيضيع نرجعه تاني بيضيع، لكن تبقى فرنسا فعلا فرقه مرعبه جدا. نجحوا ان هم يرجعوا الشوط الثاني جابوا التعادل، كانوا قريبين من الانتصار، بس في وجهه نظري فرنسا يعني هتقدر بسهوله انها طبعا تعدي عقبه البرتغال في الجوله الثالثه، خصوصا طبعا ان المانيا يعني مقدمه لهم البرتغال يعني خلاص بقى يعني خلصوا عليها تماما في ماتش الرباعيه. فاشوف ان انا ما زلت مؤمن ان فرنسا هي المرشح الاول، وفي فجوه ما بينها وبين الفرق اللي وراها. يعني مثلا فرنسا بتلعب ايطاليا، الافضليه بكل الاحوال لفرنسا، بس انا بس عايز اوضح نقطه عشان تبقى الناس فاهمها كويس، ان ساعات الناس بيحسبوا الامور نتائج. اتفضل. في الرياضه وفي كره القدم ساعات بيبقى في حاجه اسمها اسلوب لعب لا ينطبق على اسلوب لعب. بمعنى ايه؟ مثلا النادي الاهلي عبر التاريخ اقوى من انبي على طول، لكن بسبب مباراه سيد عبد النعيم عملت ما يشبه الحاجز كده. يعني المباراه دي حتى لو انبي ده بينافس على الهبوط بتبقى مباراه متعقربه، مباراه فيها مشكله. ده بسبب ايه؟ تطبع الاسلوب على الاسلوب. يعني النهارده مثلا بقول فرنسا ايطاليا عامله مستويات جميله جدا، ممكن لما تلعب فرنسا تشيل سكور تشيل سكور. ليه؟ ومش عارفين يلعبوا فرنسا، لان فعلا لعب فرنسا صعبه جدا. فرنسا ووجود مبابي في خط الهجوم في اي لحظه انفراد في اي لحظه، هو لاعب من طراز عالي مبابي، يعني وصل لمرحله بصراحه مخيفه فعلا، بقى مخيف يعني. وعلى فكره اللي انت بتقوله حصل الى حد ما ما بين يعني انجلترا واسكتلندا. برافو عليك. يعني الى حد ما يعني انجلترا برضو كانت متكتفه الى حد كبير. لا ولا يا كريم، ده الديربي يعني اسكتلندا لما شو مثلا في الجوله الاولى اتغلبوا متشيك 2-0 وبجون طبعا جون فضيحه من نص الملعب، لكن ماتش انجلترا ده ليه حسابات اخرى تماما. انت بتتكلم فعلا مباراه ديربي، مباراه عصبيه جدا ونفسيا ومشكله. تخيل اليكس فيرجسون قبل المباراه الراجل داخل بعربيته، الراجل بيقول له انا اسف انت مش انجليزي فمش هتركن في الفي اي بي، بيقول لاليكس فيرجسون بيقول له مش هتركن في الفي اي بي بتاع، عشان انا اسف المنطقه دي مخصصه للساده المسؤولين الانجليز بس. فده يوريك مدى برضو الحساسيات الموجوده، واللي واضح انها انعكست على المباراه. ورغم ان منتخب انجلترا منتخب احنا قلنا منتخب قوي ومنتخب شاب وصغيرين في السن وعملوا اداء كويس جدا في الدوري السنه اللي فاتت، لكن جم قدام اسكتلندا ما قدروش يكسبوا. طيب لو خدت رايك في حضور الجماهير في اليورو، يعني انعكاساتها برضه من وجهه نظرك يا كريم هتفرق ازاي؟ والله المجر
يعني المجر كسرت كل القواعد. المجر شفنا طبعا الاستاد فل، يعني احنا بنتكلم مثلا لسه عندها يعني تعطش كده. والله شوفي، والله بص يا هوند، هي حاجه حلوه ان احنا بيدينا بارقه امل ان ان شاء الله باذن الله السنه الموسم الجديد على المستوى الرياضي والمستوى الدراسي والمستوى المجتمعي كل شيء ان الدنيا ترجع ايه زي ما كان، خصوصا طبعا مع انتشار الفاكسين بانواعه المختلفه حول العالم، وخلاص اعتقد نسبه كبيره من الدول طعمت مواطنيها، فبالتالي الامور بتبدا تهدى شويه. بس طبعا احنا في الصيف، هو مش مقياس، احنا مقياسنا فعلا بدايه من سبتمبر واكتوبر قبل الشتاء بقى مع دخول الشتاء طبعا، هو ده المقياس بتاعنا. فالمجر اديتنا طبعا الشكل في الماتشين بصراحه كانوا جمال جدا، وشفنا الاجواء الجماهيريه اللي هي الايه الفول كاباسيتي، يعني نسينا مؤقتا ان في كورونا. لا احنا خدنا بالظبط في المجر تتفرج يعني في المجر طبعا. لكن بقيه الاستادات احنا طبعا شايفين التباعد الاجتماعي. أيوة في مجموعات قاعده، وفي حوالي في فجوه في الكراسي وكل حاجه دي اوكي، ما فيش مشكله، بتحسسك برده بتتفرج على ماتش باسكت او ماتش هاند بول، فاهمه؟ لكن بصراحه المجر هي الدولة الوحيدة اللي ادتني الإحساس ان احنا بنتفرج على اليورو بصراحة يعني. طيب فكرة العنصرية اللي لسه موجودة لغاية دلوقتي في الملاعب، وتعرض لها مؤخرا برضو يعني بنزيما تعرض لها، ورونالدو تعرض رونالدو تعرض ومبابي كمان كنا بنتكلم عليه، هو كمان يعني فكرة يعني في امور ما بتموتش مع الزمن. ما بص يا كريم، خلي بقى برضو احنا بنتكلم، يعني مثلا رونالدو قال ان هو تعرض في مباراه، اعتقد مباراه المجر، تعرض لهتافات عنصريه كده. ده تاني عشان يعني برضو امتلاء الملاعب لاخرها ليها ايجابيات وليها سلبيات، ورونالدو طبيعي طبعا يعني النجم الاوحد للبرتغال في الوقت الحالي، لما هتلاعب اي منتخب تاني هيحاول يضغطوك نفسيا. لكن طبعا كل التصرفات دي مرفوضه، والويفا والفيفا كمان اكدوا ان التصرفات دي مرفوضه تماما، ويجب طبعا لو في اتثبت على مشجع او تم تصويره، طبعا عارفين الاستادات كلها كاميرات منتشره وتقدر تجيب اي حد وسط ال 60,000 اللي حضر، يقدروا يجيبوا اي حد هم عايزينه. لو اتثبت ان في مشجع اطلق اي من الفاظ فيها عنصريه تجاه اي من اللاعبين، طبعا بيتم منعه، وكمان بيتم ممكن يتم رفع قضايا مدنيه ضده، زي ما شفنا بالظبط في المانيا الجمعيه اللي هي اجرت حد ونزل بالباراشوت وعمل الشغل ده، دلوقتي بيتم مقاضاته مدنيا من شرطه ميونخ، ودخل نفسه في مشكله تانية خالص ان هو بينزل كمان اصاب اتنين، يعني عمل مشكله كبيره، فبالتالي بقى عنده كذا قضيه. فاعتقد لا، الحاجات دي هناك ما بتعديش بسهوله، وكمان الامور العنصريه دي اكيد بيتاخد فيها ساعات قرارات بمنع دخول الشخص ده مدى الحياه، ملاعب مدى الحياه، عمره ما يشوف ملعب تاني. طيب على كل حال احنا الوقت خلاص يعني بينتهي يا كريم، بس انا عايزه اختم معاك كده، بنرجع تاني بقى للملف الاساسي وهو المباراه المرتقبه الاياب للاهلي والترجي ان شاء الله السبت القادم، اللي باذن الله هتكلل بفوز الاهلي. ولكن سؤالي الاخير، لان ده في اسئله كانت بتتباعد، الزج بالثنائي محمد شريف وصلاح محسن من البدايه، ممكن نقول ان هو ده الحل السحري للمباراه القادمه مثلا من ناحيه هنا يعني كنتكلم كمهاجمين؟ الماتش الجاي يعني ما مش هقول بيتسو موسيماني هيفكر فيه ازاي، لكن خليني اجاوب على السؤال. الناس كتيره كانت بتسال هو ليه صلاح محسن بدا على الشمال وطاهر بدا على اليمين. ببساطه حمدي نقاز اللي هو الفول باك الايمن لنادي الترجي، احنا عارفينه من ايام ما كان مع النجم الساحلي ومع نادي الزمالك. حمدي نقاز واحده من اكبر مشاكله هي الارتداد لما بيهاجم. حمدي نقاز على طول طاير وبرجله كويس جدا، بس مشكله حمدي نقاز ان هو من اللعيبه اللي تقول لي هفتح سبرنت، يفتح سبرنت مثلا يعني بقول في ال 10 متر يعملهم في 5 ثواني. طيب ارجع بقى ال 10 متر دول تاني هيرجعهم في 20 سنه، فعنده بطء في الارتداد. فكانت دي الفكره، ان صلاح محسن يقف ورا حمدي نقاز ويستغل المساحه اللي وراه، ان هو صلاح محسن طبعا لما يعني لو دخل سباق سرعه مع حمدي نقاز وحمدي نقاز بيرتد، صلاح محسن هو اللي هيكسبه. فطبعا الفكره على الورق منطقيه 100%، وفكره ذكيه جدا وطبيعي انها، لكن ممكن مجريات المباراه ما خلتناش نشوف المشهد ده كتير في الشوط الاول، بس طبعا البدء بصلاح محسن والفكره كانت
منطقيه جدا. للاسف الشديد وقتنا انتهى، يا دوب نلحق نشكرك جزيل الشكر، نورتنا بوجودك كالعاده. ميرسي جدا، شكرا يعني، وكمان استفدنا يا كريم، شكرا ليك جدا. الحلقه كده خلصت، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده انا وكريم بكره و10 الصبح في الاهلي.